السلام عليكم شباب، كي دايرين؟ صافا لاباس عليكم، كلشي بخير وعلى خير. المهم، كيف ما شفتوا البارح حطيت لكم الفيديو ديال الاستاذ اللي تيتكلم فيه على جريمه الخيانه الزوجيه، وهنايا غادي نبغي نوضح لكم ربعه ديال النقاط مهمين. اول نقطه، الاستاذ تيتكلم على جريمه الخيانه الزوجيه من الناحيه القانونيه، ما تيعبرش على الراي ديالو الشخصي، لانه واحد العدد ديال الناس في فيسبوك وفي انستغرام هاجموا. حاجة الثانية واللي هي مهمة، جريمة الخيانة الزوجية في القانون المغربي لا يشترط فيها العلاقة الجنسية، بمعنى ما تيشترطش فيها أننا نضبطوهم في علاقة جنسية لهذه الأسباب اللي غادي نقول لك. ملي تترجعوا للنص القانوني كيف ما كتشوفوا اللي كيجرم الخيانة الزوجية، جا من بعد منه واحد النص اللي كيحدد لنا كيفاش غادي نثبتوا هذه الخيانة الزوجية، واللي من بين وسائل الإثبات كيفاش نثبتوها محضر الشرطة القضائية بضبطهم في حالة تلبس. وهنا ضبطهم في حالة التلبس ما كيشترطش فيها القانون وجودهم في علاقة جنسية، لأنه في واحد العدد ديال الملفات تم ضبط أشخاص وتابعوهم بجريمة الخيانة الزوجية، تم ضبطهم بالملابس الداخلية ديالهم، تم ضبطهم في وضعية حميمية، بمعنى ما كاينش علاقة جنسية. حيتاش ملي كنقولوا علاقة جنسية كنقولوا الإيلاج، كنقولوا علاقة جنسية مكتملة. داكشي علاش هنا العلاقة الجنسية غير متوفرة في واحد العدد ديال الملفات اللي تعرضات على المحاكم. كل واقعة وكيف ما كتكون، كاين اللي كتكون فيها علاقة جنسية، كاين اللي كيكون ضبطهم فقط في واحد الوضعية حميمية اللي تفيد انه هنالك علاقة او لا، من القدام غادي تكون علاقة، وبزاف ديال المسائل. اذا وواحد المسألة اخرى اللي هي مهمة، المشرع اللي كتب النص القانوني ما استعملش وجودهم في علاقة جنسية، قال لك اودي ضبطهم في حالة تلبس. هذه الحالة ديال التلبس تقدر تكون في علاقة جنسية او تقدر تكون في شي وضعية اخرى، دونك هذه نقطة مهمة. النقطة الثالثة واللي هي مهمة بزاف، لحدود الساعة القانون المغربي ما تعاقبش على الخيانة الزوجية الالكترونية باغ واتساب باغ لي ريزو سوسيو كاملين، ما كيعاقبش عليها القانون المغربي، بمعنى بالصور بالفيديوهات بلي تيكست ما كيعاقبش عليها القانون المغربي، وهذا امر خطير جدا. حاجة الرابعة واللي هي مهمة بزاف، انه هذا النص القانوني امتى دخل، امتى ولا عندنا نص قانوني كيعاقب على الخيانة الزوجية؟ من سنة 2004. في هذه السنة ديال 2004 تم التتميم او تم التغيير ديال هذا النص القانوني. الوغ من 2004 حتى الحدود الساعة ما قدرش البرلمان انه يغير من هذا النص القانوني، لانه ظهرت وسائل جديدة ديال الخيانة الزوجية، نقدروا نقولوا الخيانة الزوجية الالكترونية اللي حدود الساعة ما كيتعاقبش عليها. دونك كانوا هادو هما اربعة النقاط اللي هما مهمين. الاستاذ تيتكلم على جريمة الخيانة الزوجية من الناحية القانونية ما تيعبرش على الرأي ديالو الشخصي. ثاني حاجة انا كنختلف معاه وكنحترم الرأي ديالو، كنحترم جميع الآراء ديال الناس ديال القانون ورجال القانون، وهذا القانون كيتناقش كيف ما كان. وجود علاقة جنسية هو ليس بشرط، ضبطهم في حالة تلبس في علاقة جنسية أو لا في أي وضعية مخلة للحياة هو كيتعتبر خيانة زوجية. القانون المغربي ما كيعاقبش على الخيانة الزوجية الإلكترونية باغ واتساب وهاد المسائل. والحاجة الرابعة واللي هي مهمة، أنه هاد النص قديم قديم بزاف، داكشي علاش البرلمان تيخصو يتدخل باش يغير هاد القوانين اللي ما كتلائمش بالظرفية الحالية، ولات عندنا تطورات أخرى، ولات عندنا وسائل أخرى اللي كتقدر تدار بها جرائم أخرى. المهم كانوا تقريبا هادو هما ربعة النقاط، وتبارك الله عليكم.